بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذه بطاقة العائلية أو هوية العائلية يسرني أن أقرأها عليكم. الاسم عبد الحميد عبد العزيز محمد كشك. المولد شبراخيت بحيرة، العاشر من مارس سنة 1933. السن حتى الآن قد قارب على 55 سنة. نشأت في بلدة شبراخيت وحفظت القرآن الكريم بها، ثم التحقت بمعهد الإسكندرية حيث حصلت على الشهادة الابتدائية من هناك، ثم التحقت بالمعهد الثانوي بالقاهرة قضيت به 5 سنوات، حيث كانت مدة الدراسة يومها 5 سنوات وكان ترتيبي الأول. التحقت بعد ذلك بكلية أصول الدين حيث قضيت بها 4 سنوات وكان ترتيبي الأول، حيث مثلت الأزهر الشريف في عيد العلم عام 1961 18 ديسمبر. ثم بعد ذلك التحقت بتخصص التدريس العالي حيث قضيت به بعض السنوات. ثم بعد ذلك حببت إلي الدعوة حيث كنت أمارسها أيام كنت طالبا، فالتحقت بوزارة الأوقاف حيث عملت إماما وخطيبا في مسجد الطيبي بحي السيدة زينب رضي الله عنها، ثم مسجد الملك. اعتقلت مرتين، المرة الأولى من سنة 66 إلى سنة 68، والمرة الثانية من سنة 1981 إلى 1982. لا لشيء فعلته، إنما أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. والآن أشتغل بالدعوة عن طريق الكتابة وعن طريق المسجلات، فما زال القلم واللسان يتعاونان بفضل من الله وتوفيق. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعله خالصا لوجهه. ويسرني أن أتقدم إلى الأخ أحمد عبد الرحمن صاحب الشركة الإعلامية للخدمات الإسلامية بتلك السلسلة من الأحاديث التي تدور حول موضوع من أهم الموضوعات التي يعانيها المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية جمعاء، ألا وهو موضوع التربية. فبالتربية نستطيع أن نبني الفرد، وبالفرد نستطيع أن نبني الأسرة، وبالأسرة نستطيع أن نكون الأسرة الكبيرة وهي المجتمع، والمجتمع يبني لنا أمة يقول الله فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس. أتقدم بشكري لله العلي العظيم الذي وفق أخانا الفاضل أحمد عبد الرحمن للعمل بهذه الدعوة الكريمة، فإنها جهاد والجهاد مشكور. وأسأل الله لي وله التوفيق والسداد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقد تم تسجيل هذه الكلمة يوم الأحد الموافق 20 من شهر نوفمبر عام 88 و900 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.